عندي رسمة الحين برسمها أنا برا في الطوفة، متحمس أبي أرسم، صار لي فترة طويلة يعني، بس إني موقف وقلت يلا متى خلني شوي أفول طاقة، أفول أبي الحين برسم رسمة شي بس عن خاطر، وخلنا نشوف. جالسين تشوفونها؟ الحين ما خلصتها بس بقينا شوي، بس رسمة على الطوفة برا عشان أول ما أفتح الباب أشوف. في لها باقي بعد، عرفتوا ولا لا؟ إني غاطم كان يومين شوي المزاج لكم عليه، لأنه يمكن لأنه ما رسمت صار لي فترة، فالحين قاعد إيش؟ قاعد أفرغ الطاقة اللي موجودة. تقريبا خلص، لا شو تقريبا، اصلا الرسمه خلصت هذه، بس هني وين ايوه هني راح يكون في شغله اللي هو اليوزر نيم. هذه هي الصورة الأصلية حق الرسمة هذه في انستغرام عندي، تحت 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 ممكن السنة.